السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، عواشكم مبروكه. ورجعت معكم فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نوجدوا حليوه ديال الهلال اللي كتجي هشيشه وبنينه، فخليكم معايا لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات ان شاء الله، عندي كاس ديال اللوز وكاس مع مرش ديال سنيده، ممكن نعمروه لكن انا دائما كنقص شويه في الحلاوه. عندي نص كاس ديال الزيت، 125 غرام ديال الزبده الحيوانيه، واحد جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير، وواحد جوج معالق ديال سكر كراميل، ممكن نعوضوه بالكراميل السائل. وعندي جوج ديال البيضات، 8 ديال الغرام ديال خميره الحلويات، معلقه ديال ماء الزهر، قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وغادي نفندو في اللوز ايفيلي والدقيق على حسب الخليط. وغادي نحتاج هاد الدائره هادي باش نخدم بها على شكل هلال، ممكن نخدمه بكاس العلبه او اي شيء دائره حنا كنربو فيه. بالنسبه للسكر كراميليزي وكريم باتيسير، ممكن نستغناو عليهم وممكن نديروهم. يلا على بركه الله، غادي نبدا معاكم ان شاء الله. اول شيء غادي نفرق هذا الكاس ديال اللوز، ممكن نديروه خضر ولكن انا كتعجبني ديك اللوز يكون محمر، كيطلق واحد النسمه زوينه. غادي نحمروه غير شويه، ما نحرقوش باش ما يجيش يجي نمر. وغادي ناخذ اللوز من بعد ما تحمر ليا، وغادي نطحنو، ماشي نطحنو، غنخليه شويه محرش. انا كنت عطلتو، كنت قلت لكم ترست ليا الاشواط، راني وليت خديت واحده اخرى، ما صبرتش حتى ناخذها من، قلت لكم غادي ناخذ واحده من الي اكسبريس ولا اينوكس، ولكن مع الوقت ما كانش وما قدرتش، يعني كنستعملها بزاف، فوليت خديتها نيت من ليدل. كنت قلت لكم راني حطيتها على العافيه وتحرقات، حتى سمعتها كطرطق. ايوا الشيء اللي كان كتاب عليها. المهم دابا انا خديت واحده اخرى، غادي نحافظ عليها ان شاء الله. واحد الصديقه كانت سولاتني، قالت لي واش كطحن اللوز، يعني كطحنوا عجينه العقده ديال اللوز، فانا غادي نجرب معاك دابا واش غادي تطحن العقده ديال اللوز. ما كنضش، هي غير غادي تهرمشوا وصافي. انا قدامكم ما قطعتش. انت اختي اسماء، هذه غير كتهرمش اشوار، راني سميتها اشوار، شتي ما ديرلكش العقده ديال اللوز، ولكن راه كتنفع بزاف، كنصحك تاخديها، راه زوينه بزاف. ولا لقيتي ما تاخديش يعني هكذا ديال الزاج، تاخدي ديال اينوكس، بعدا ما غاديش واخا تطيح ولا شي حاجه راه ما تهرش. غادي نبداو بالزبده هي الاولى. كاس مع مرش ديال سنيده، سكر كراميليزي، انا عندي جوج معالق كبار مقابل مزيان، جوج معالق مقابل مزيان ديال الكريم باتيسير، وقبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، معلقه ديال الماء الزهر. غادي نحاول نجمع هاد المكونات وندخلهم في بعضياتهم حتى ترجع ديك الزبده بحال البوماد. وهاد الحليوه الهلال حتى هي كتعتبر من حلويات الزمن الجميل، غير حنا دابا دخلنا عليها تحسينات واضافات بحال اللوز، بحال السكر كراميليزي، بحال الفلون، ولا كاين اللي كيدير فيها الفلون، يعني بزاف ديال المنكهات، فكتبقى حتى هي من اجمل الحلويات، كتجي لذيذه وزوينه. هنا انا ضفت داك نص كاس ديال الزيت، وغادي نحاول ندخلو مزيان في العجين. كيف ما قلت لكم هذه الحلوه كتجي هشيشه وبنينه ولذيذه وراقيه في المنظر، كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي دي كومونتير كيفاش جاتكم، اكيد غادي تعجبكم وغترجع ان شاء الله معتمده عندكم. دابا ان شاء الله غادي ندير دوك جوج بيضات، غادي نضيف ديك اللوز. تا هو ريحته فايحه،
من الاحسن نحمره، اللي كان نحمره كيعطي داك الريحه زوينه، ماشي بحال الخضر. غادي نضيف الدقيق، الدقيق راه على حسب الخليط، دائما كتعرفوا الدقيق راه كيختلف من دقيق لدقيق. هنا عندي 400 غرام، صافي البنات انا جمعت العجين كيف ما كتشوفوا، العجين ديالي كيبقى رخو وفي نفس الوقت كيتجمع. هنا خدت ورق ديال الطبخ الفران، خديت جوج وغادي نحطو. هاد الورق كيسهل علينا التقليق ديال العجين. شوفوا اللي كيبان لكم السمك. صافي دابا غادي نبدا شوفوا اش غادي تطبخ لي. التقطعة الاولى دائما نحيدوها ما كتكونش على اي شعلت الفران على 180 درجة. طبيعة الحال الفران راه كيختلف يعني من فران لفران، كاين اللي كيكون فران عنده حرارة أكثر من فران آخر. صافي غادي نستمر على هاد الطريقة حتى نسالي الكمية ديالي كاملة ونرجع معاكم. دابا إن شاء الله غادي ندير بياض البيض باش ندير اللوز إيفيلي. بقاتلكم شي بليصه هكذا ممكن تغطسوا في البيض وديروا هكذا لبقاتلكم شي بليصه باش تلصق مزيان. الا ما ثبتش مزيان غادي ما غاديش يلصق يعني في الطياب كله غادي يحيد. ايوا صافي دابا غادي ندخلو ان شاء الله الفرن ونحمرو على 180 درجه. اذا حبيباتي الحلوه ديالنا هي هذه، كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه، كتجي راقيه في الشكل ديالها والمذاق ديالها راه غزال. وبالنكهات اللي ضفت ليها بحال السكر كراميليزي والكريم باتيسير كيعطيوها واحد المذاق زوين، زياده على اللوز اللي راه فيها، فهي كتجي زوينه، كتجي راقيه غزاله في المنظر كيف ما تتشوفوا، وعاد كتعطينا واحد الكميه وفيره وفيره. هنا هذه الكميه زعما ديال المقادير كانت صغيره، ولكن بالنسبه للكميه اللي عطاتني ديال الحلوه عطاتني 110 ديال الحبات. فالحلوه ديالنا راها سهله ورخيصه واقتصاديه، وعاد كيف ما قلت لكم كتجي مزيونه بزاف في المنظر ديالها. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من البارتاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب، وما تنسونيش من تعاليقكم المحفزه. والفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، كنقول لكم مع السلامه وبشركم بروكه، والله يدخل ان شاء الله عيد الفطر علينا وعليكم بالصحه والسلامه وتيسير الامور وبانخفاض الاسعار اللي راها طالعه نار نار. اذا احبائي خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.